ممكن حضرتك تشرح لنا الرحلة المقدسة عن طريق النحت ده؟ حاجة سؤال جميل قوي يا محمد. الرحلة المقدسة هو هروب العائلة المقدسة من وجه هيرودس لما أراد قتل الأطفال، لما عرف أنه فيه ملك في إسرائيل يفتكره ملك أرضي. وكانت النتيجة أنه العائلة المقدسة يوسف النجار ومن العذراء مريم الطفل يسوع مش يهربوا بوعد من الله، وجم هنا إلى بلادنا مصر. وبلادنا مصر كانت دايما، يعني إذا كان ربنا يقول لنا كده إنه مصر هي بلد الأمان وبلد الاستقرار، وعشان كده بلادنا لغاية دلوقتي هي بلد الاستقرار بفضل الحكمة والقيادة الحكيمة اللي ربنا حطها في مصر. فحاجة جميلة قوي إن احنا نهرب من وجه الشر، غير مقومين شر بشر. والنتيجة لما قادت العائلة المقدسة الملاك بشرهم ورجعوا تاني إلى أرض فلسطين. ده الصورة الأخيرة اللي هنا يعني. طيب، وفي برضو هنا مبارك شعبي مصر. هنا مبارك شعبي مصر، ما هو دي بركة كانت في أشعياء النبي، نبوة من آلاف السنين وتحققت بمجيء العائلة المقدسة إلى مصر. عشان كده مصر أرض الأمن والأمان والبركة. طيب، ناخد برضو بقية الجولة مع حضرتك. هننزل بقى لتحت علشان خاطر نشوف بقى قبر، يعني جزء من رفات رفات سمعان القديس سمعان الخراس.